الجميل في المكسب مش مكسب بس، مكسب واداء. يعني لما تكون فارق عن كل فرق افريقيا بالشكل ده وبتكون بتكسب كمان وعينك على بطوله العالم، اكيد حاجه تسعدنا كلنا واكيد حاجه نبقى فخورين بيها كلنا. في البدايه وفي بدايه الفقره الثالثه برحب براضي محمد نجم الفريق واحد ابرز اللاعبين. اهلا بيك يا راضي. اهلا وسهلا بحضرتك، نورنا ونور قناه الاهلي. نور حضرتك، ربنا يخليك. الله يبارك في حضرتك، ربنا يخليك. وبنرحب بمحمود عبد العزيز جده. اهلا بيك يا محمود. اهلا بحضرتك، نور قناه الاهلي. نورك. قصه جده دي بقى، احنا في الميني واحنا صغيرين كان بلبس رقم 15 زي محمد ناجي جدا، كان لسه بطوله افريقيا وكده. فكان يعتبر كنت هداف الفريق كده زيه برضه، فجت سموك جدا بقى. فضلت بقى مسكت معاك في لحد دلوقتي. طب قول يا محمود، كلمنا على البطوله ويمكن التفوق الرهيب الحمد لله اللي حصل لمنتخب مصر. زي ما انا قلت ممكن نكسب افريقيا، بس الجميل مكسب بفارق كبير. هو ده نتيجه التعب السنه اللي فاتت. يعني احنا السنه اللي فاتت يعتبر زي ما قالوا مهاب وعمر ومروان، احنا السنه اللي فاتت كلها يعني حرفيا عايشين في المنتخب، ما بنشوفش بيتنا ولا بنشوف الحقيقه ولا السوشيال ميديا ولا كده خالص. فاحنا والكابتن بصراحه اشتغلوا معانا، وكان في فتره اعداد محترمه وكان في ترتيبات لكل اللي بيحصل ده عشان احنا نوصل للدرجه ان احنا نروح افريقيا نكسبها بالسكور كل ماتش ده وبالراحه دي. وكمان هو كل ده عشان كاس العالم، يعني افريقيا دي خطوه لكاس العالم. برافو عليك. يعني انت قصدك تقول من جد وجد، نشتغل كاتحاد وكان جهاز فني وكلاعبين، لازم يبقى النتيجه في النهايه النتيجه مشرفه كده لازم. صراحة. طب قول لي، يعني سنه كامله تعبت وراضي زي ما بيقول محمود، وتركتوا كل بيوتكم النادي واهلكم وقعدتكم على المنتخب اكتر من كنت بتقعدوا في بيوتكم، لحظه المكسب بتنسيك كل ده؟ طبعا. يعني احنا حتى يعني في السيمي فاينال احنا حسينا بمكسب ان احنا خلاص ان شاء الله قربنا للبطوله جدا، وفرحنا جامد. ما كناش متوقعين ان احنا لما نكسب في الفاينل هنفرح زي ما فرحنا في السيمي فاينل، بس لا، لحظه ان احنا خلاص احنا دلوقتي هناخد الكاس، لا خلاص ده الدنيا بتنسى حاجه ثانيه، بتنسى كل حاجه، بتنسى التعب ده كله. حسيت فعلا ان خلاص اللي انت تعبته ده كله لا جه فايده، فعلا خدت حاجه. طب خلينا نقول برضو ان في انتوا قوامكم 22 لعيب برضو عشان ما نظلمش حد، يعني واللي سافر 17 صح؟ برضو اكيد الخمسه اللي ما سافروش ليهم دور. مستويات قريبه جدا، كلنا زي بعض. لا واكيد انتوا طبعا يعني بتكلموهم على تواصل طبعا. يعني لا طبعا، يعني ممكن يكونوا في بطوله العالم مثلا. وارد جدا، وارد اي حد بعد الشر لا قدر الله رب حد يصاب، حد يخرج، حد طبعا اي حد رؤيه فنيه. يعني قصدي اقول ان حتى اللي ما سافرش هو بطل. طبعا. لا احنا كمان يعني احنا 22 القوام ده اللي كان قبل البطوله باسبوع، احنا قبلها كمان كنا 25 تقريبا حاجه كده. فاحنا كل المجموعه اللي اشتغلت معانا كل دول تعبوا كلنا. يعني ده تعبنا كلنا مع بعض، مش تعب ال 16 بس اللي سافروا، لا في ناس في ناس مشيت قبل السفر بيومين. الناس دي طبعا يعني زيهم زينا بالظبط، نفس التعب اللي احنا تعبناه. اي حد فيهم كان هيبقى مكاننا كان هيعمل نفس اللي احنا عملناه. اي حد اتقلش او اي حد مشي قبل السفر بيومين باسبوع كان معانا في فتره الاعداد دي كلها السنه كامله، كان معانا في كل حاجه. شريك في هذا الانجاز. شريك معانا طبعا في كل حاجه طبعا، لانه احنا مش هننساهم. يعني مش بس طبعًا الناس اللي راحت واللعيبه اللي كانت مشاركه، لا دول اخواتنا وقعدوا معانا في الاوضه وتعبوا معانا سنه كامله، واكيد ربنا يعين لهم الخير في حته يعني في حته ثانيه. واكيد ممكن يكونوا مع المنتخب لسه. لسه بدري. لا لسه كاس العالم ده الهدف الاكبر. طب قول لي، يعني ماتش انجولا يعني وانتوا بتتفرجوا قبل ما تلعبوا انجولا، يمكن انا بركز على انجولا لان الجزائر كانت الدنيا يعني معروفه شويه، بس انجولا دايما يعني لعبهم بيبقى فيه شويه عنف، بيبقى فيه شد جذب بتاع. وانتوا بتتفرجوا على انجولا في مجموعتها، كنتوا قلقانين شايفين ان هي اقوى ولا كنتوا شايفينها ازاي؟ لا هو احنا يعني مش قلقانين، احنا طبعا عارفين احنا فين. احنا قبل ما نروح افريقيا احنا حاطين هدف لينا ان احنا كده كده البطوله ان شاء الله بتاعتنا بمكسب كبير زي ما قالوا قبلينا، لا بمكسب كبير لينا. فاما رحنا اتفرجنا عليها كويس، عملنا لها سكاوتنج حلو وتمام كل حاجه. كنت شايفين يعني قبل الماتش شايفين ان هي فرقه عاملين لها احترامها، ان هي فرقه محترمه فعلا، فرقه بتلعب هاندبول. بس احنا احسن. بس احنا احسن. يعني هي فرقه حلوه بس احنا في حته ثانيه. احنا حاسين بنفسنا وعارفين امكانياتنا ايه. نفس الكلام محمود، نفس يعني انجولا متفرجوا عليها. يعني انا ساعات كنت بروح افريقيا او بطولات افريقيا كنت مثلا اقعد اتفرج على مثلا كوت ديفوار بتلاعب مثلا غينيا، اقول ده احنا هننزل ناخد من دي 30 بونت لما بقى في لعبه بعض وهناخد من دي 30 بونت ننزل نكسب دي ودي مثلا. انت كنت شايف كده، شايف ان انجولا في الملعب فرقه جامده؟ ليه بقول انجولا؟ لان دايما اللعيبه مع افريقيا السمراء بيبقى فيه شويه شد وجذب. يعني هو يعني طول مسيرتهم في البطوله كانت ماشيه كويس. كان كمان من الفرق اللي بتلعب هاند بول، يعني في الفرق القليله اللي بتلعب هاند بول وبتلعب في الملعب وعندها فكر وكده. وكمان يعني احنا لازم نحترم الفرقه اللي قدامنا عشان لو ما احترمناهاش احنا ممكن ننزل يعني متساوين او اي حاجه، حتى لو كسبنا بس هيبقى شكلنا وحش. صحيح. فاحنا لو احترمنا الفرقه اللي قدامنا احنا نفسنا هننزل، يعني كل واحد هيطلع كل اللي عنده فهنلعب باحسن شكل.
طب قول لي يا محمود، انتوا يعني ربنا يكون في عونكم، انتوا السنه كلها معسكرات وانتوا رجعتوا من معسكر على النادي، على الفريق الكبير، على على فريق الشباب بتاعكم في النادي، على التجميع بتاعت شهر 10 عشان اسبانيا رايحين معسكر. طب والدراسه اخبارها ايه؟ لا لا مالهاش دعوه، دي مالهاش دعوه. يعني ما نتكلمش يعني لا، بس هو لازم هتدرس طبعا. لا لازم بنحاول طبعا. احنا الاثنين مع بعض في نفس الكليه. انت ومين؟ انا وهو. فين بقى كليه؟ بتدرسوا ايه؟ بيزنس اكاديمية السادات. بس بتدرسوا نفس في نفس الكليه. طب ما ده حلو ده برضه يعني، وحتى على الهوا مع بعض برضه تدرسوا مع بعض. طب وانتوا في المنتخب قاعدين مع بعض؟ انا كده كده يعني في المنتخب زي ما قلنا كلنا مع بعض في على طول يعني. الاوض بتبقى متقسمه بس كلنا قاعدين في اوضه واحده. بس انتوا في يعني لا في التوزيع بيبقى اتنينات. بس انتوا مع بعض غالبا. اوقات واوقات. مش دايما ثابت. بس حلو لما تلاقي حد معاك في نفس ظروفك في نفس النادي. كل حاجه. اوعى حد يسيب حد، يخلف سنه يبعد، هتبقى ضلمه على الاثنين، هتبقى ضلمه. طب قول لي، انا كنت بسال برضو يعني عمر ومروان قبليكم عن المواقف الطريفه. طبعا قلنا ذا فويس وبتاع، وانا مش هخليك تغني يا راديو. خلاص الحمد لله. دي انا عارف ان انت صوتك وحش وكده، بس انا احترم رغبتك. لا ما مش عايز اغني بلا صوت. لا لا خلاص. هو مش عايز يغني بس الا اذا كنت عايز تغني. لا لا خلاص. خلاص اكيد. لا لا. طيب في يعني طبعا التليفونات متاخده منكم، وطبعا انتوا قاعدين بقى فاضيين ترخموا على خلق الله. طب كلمني عن الاكل. نروح للاكل بقى، لان طبعا احنا بنروح افريقيا هم بيبقى فيه طريقه اكل معينه ما بتناسبناش. كنت بتاكلوا ايه هناك؟ انا طول العشر ايام ما لمستش حاجه غير تونه وجبنه. الله. انا كده كده ما باكلش بره. صدق جوعتني. فكرتني بقى زمان. انا كنت بقى كنت تاكل تونه وجبنه. غدا فطار عشاء. هو ده لو قبل الماتشات يبقى جبنه بس عشان السمك وكده بيوخم شويه. وبتنزل على المطعم تجيب العيش وتطلع بيه زي ما كنت انا بعمل. ايوه بالظبط. طب موز الفاكهه. في فاكهه. كان في موز. الفاكهه. انت عارف انا بقى كنت اعمل ايه زي كده؟ كنت اعمل النهارده اكل تونه بالبصل، على بكره هغير بقى تونه بالفلفل، بعد بكره عايز اغير تونه بالمايونيز. تونه بالمايونيز. الله ينور عليك. دي كانت الوجبه المفضله بقى هناك. دي احلى وجبه احنا اكلناها هناك والله. يعني هم لما انتوا في الاوضه مين بيعمل التاني؟ لا هو احنا كان الاكل كنا بناخده، كنا بناخد التونه معانا تحت المطعم. هو يعملها. واحنا نعملها بقى، تفتح التونه وتحط في الطبق وبتاع. الله. اليوم الله. بقى اللي يدلعونا اللي يجيبونا فيه مايونيز بقى كده، هم يعني ظبطونا. كده يعني انت فاكر عيشها. بس هم هناك يعني في يوم في كل حاجه، بس احنا اللي مش ما هو الواحد بيبقى التوابل والحاجات دي بتبقى مش ثقافتنا. عارف لو رحت شمال افريقيا ترجع تخنان. ونفس الاكل والدنيا بقى وكل حاجه، واللحمه والفراخ زي حالاتنا، انما لو رجعت من افريقيا ترجع خاسر. ترجع. يعني انت كنت وانت كنت مضيها تونه برضه؟ كله المنتخب كله مضيها تونه. ممكن اللي يزود ياخد شويه رز. ده كده يعني. نفس الكلام. لازم تحط شويه رز كده بتاع معلقتين تونه. نفس الكلام. تونه ورز. الله اكله جميله جدا. طب قول لي التنقلات، انتوا كنتوا قاعدين برضه، انا بجيب التفاصيل دي تبقى حلوه للساده المشاهدين. نتكلم مش كله يعني هاند بول بس. الاقامه من الاوتيل للملعب مش بعيده. لا ما كانتش بعيده، يعتبر خمس دقايق بالباص. خمس دقايق بالباص. هو يعتبر نفس الكومباوند ولا كان نفس المدينه؟ يعني نفس المدينه. لا انا قصدي اقول الصاله ليها كومباوند مجمع سكن زي ابو حسن. لا 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 مش زينا. لا لا زيها. في حته فندق في حته والصاله في حته، بس هي خمس دقايق يعتبر بالباص يعني احنا ماشيين. طيب الصاله اللي انتوا لعبتوا فيها شايفين مجهزه حلوه يعني كانت يعني من احسن الصالات اللي الواحد لعب عليها فعلا. يعني فعلا صاله حلوه جدا. يعني الظروف المحيطه بالبطوله كانت حلوه. البطوله كانت حلوه فعلا. طب المطار وانتوا جايين الدنيا كانت مترتبه كويس؟ كويس. كان في استقبال كويس. استقبال كويس والعربيه مستنياكم. رحت على الاوتيل اوض جاهزه، ما لقيتوش المشاكل اللي بنشوفها في افريقيا في لا العادة. واحنا يعني واحنا من اول ما بدانا لا الدنيا كانت حلوه، كانت متظبطه. اول ما وصلنا لقينا الباص واقف مستنينا، ركبنا اتحركنا على الفندق. طب الشوبينج انتوا في حاجه اشتريتوها؟ لا ما نزلناش اصلا. نزلتوش؟ مفيش وقت. كابتن صابر قال لكم من على الهيئه ما تشوفش واحد. قال لكم كده بره اوضتك. بره اوضتك ده التليفون متاخد. ما فيش تليفونات بره اوضتك ازاي؟ حتى بعد البطوله ما كانش في وقت تنزلوا؟ لا ما كانش في وقت، وبرده ما يعني ما كناش نعرف ان في حاجه هناك اصلا ان احنا نعمل فيها شوبينج. طب الفرقه الثانيه حد نزل اشترى حاجه؟ لا لا احنا خلصنا الاخر ماتش بالليل، فانت تصحى الصبح تسافر. مفيش وقت بقى يا باشا خلاص. طب الفرقه الثانيه ما كانش حد بيعدي بشوره كده توقفوا؟ لا لا ما كانش فيه خالص تقريبا. ما كانش فيه رواندا اصلا تقريبا. ما كانش فيه الحته احنا كنا قاعدين فيها تقريبا ما كانش فيها شوبينج اصلا. بس رواندا زي جبل كده. لا طارق جدا طبعا. كنتوا قاعدين في حته ما فيش. طب ما نزلتوش حتى في وسط البطوله كده يوم فري رحتوا اشتريتوا اكل اشتريتوا سوبر ماركت؟ التركيز كله في البطوله بقى. التركيز في البطوله. لو كان في يوم بعد البطوله كان ممكن. يعني انتوا اثناء البطوله ما نزلتوش ولا يوم حتى السوبر ماركت تجيبوا سناكس؟ لا احنا كنا بننزل مع بعض مثلا لو في فترة الصبح مثلا مريحين ما عندناش تمرين كنا ننزل نتمشى بس في المدينة كده ونرجع بس. نتمشى كده ربع ساعة ونرجع وخلاص وشكرا. كابتن صابر ما كانش بينزلكم خالص. ده ايه ده بس دي صعبة.
تنزلوا بقى تغنوا وبتاع مش عارف ايه، ممكن في الاوضه واحنا قاعدين مع بعض بتاع، انما ما انتوا ماشيين في الشارع بتاع، انما انا يعني بصراحه يعني انتوا يعني دي تضحيات جامده جدا، خلي بالك طبعا ان انت تخنق نفسك بالشكل ده، ولا خروج ولا مروح ولا مجاي. الحمد لله بقى لقينا لقيته المكسب. خلي بالك وبطوله العالم جايه ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله هنحط واحد فيكم في حته ثانيه ان شاء الله. خطوه مهمه جدا في حال كل واحد فينا فعلا. طيب خليني ارجع برضو السؤال اللي سالته كل زمايلكم، هو الدرجه الاولى مستر داني، ومعرفش اتمرنتوا معاه ولا هو لسه يعني الموسم ده انا ومهاب بس اول تمرين ليا النهارده. انا لعبت معاهم ماتش بنك الاهلي ده اللي هو كان يوم الخميس. انا اللي لعبت معاهم والنهارده انا ومهاب اول تمرين لينا احنا اتنين بس طلعنا. ولسه بقى هنكمل. لسه طبعا. طب انتوا شايفين ان الفريق السنه دي مختلف الفريق الاول؟ الدنيا مختلفه، الدنيا احسن. شايفين الاعداد الاول كويس، مستر داني في سيطره، في كنترول على الفرقه. طبعا شايفين البدايه اصلا ان يبدا الموسم كده بمعسكر حلو بره في اوروبا، يعني تفرق جدا مع الفريق، تفرق جدا مع كل لعيب شارك فيها، تفرق في معنوياته وفي نفسه وفي قدرته وفي كل حاجه. يعني تحسنوا في حته ثانيه. انتوا جيل محظوظ ليه ما شاء الله، يعني لان انتوا على منتخبكم قوي، هتاخدوا خبرات كويسه ومعاكم مدربين اجانب حتى في النادي. بالظبط. استفادوا استفادوا جامد. السيستم اللي هو ماشي في العالم يعتبر كله السيستم الازمني ده يعتبر بقى معانا في الاهلي كمان، شغالين بيه في الاهلي فهيفيدنا كمان جامد في كل حاجه. طب قول لي يعني مين ماسك الاهلي جده غير جده؟ مسك الاهلي في اليد. في اليد؟ مين اللي انت عايز تبقى زيه؟ مش لازم لعيب مصري يعني، ولا اقول لك قول لي مصري ابراهيم المصري. مين؟ كابتن ابراهيم المصري. كابتن ابراهيم المصري ده مسك الاهلي اكيد، هتبقى صخره كده صخره. طيب ومين على مستوى العالمي؟ فابريجاز. ده بيلعب في اي منتخب؟ برشلونه. فرنسا. برشلونه. هو منتخب ايه؟ فرنسا. فرنسا ده مسك الاهلي. طب وانت نفس الكلام؟ في مصر الصراحه من وانا صغير كنت بشوف قدامي كابتن بكار كان قدامي في الاهلي، يعني كان دي الخطوه اللي لا كان قدامي فيها. بكار لعيب حلو. عمر الوكيل بكار. فانت شايف ان هو وهو الموسم ده عمل موسم حلو قوي بصراحه. عمل موسم حلو يعني جدا. هو فرق معاهم جدا جدا في حاجات كتيره جدا. يعني بكار حتى مع المنتخب كمان فارق في كل الموسم كامل ليه. لا موسم طبعا على المستوى العالمي في حد شايفه ولا في سنة يعني. طبعا سند طبعا بس سند اشول طبعا. لا السند اشول دي حاجه ثانيه. بس لا انا بتكلم نفس الفكره من جد. وسند عامل فرق. لا سند طبعا عامل شغل، واخد هداف احسن لعيب في مركزه تقريبا، واخد هداف. هي كمان قليل لما لعيب مصري يعتبر كوينج يعني ان يطلع في اوروبا، دي بتبقى حاجه قليله. فهو ان هو سند موجود في حته زي دي وبادائه ان هو يعتبر نجم فرقه نيم، فيعني حاجه حلوه جدا طبعا. طب قول لي يا جدو، يعني انت يعني من ضمن طموحاتك واحلامك تلعب بره مصر ولا لا؟ مش حاططها في دماغك؟ لا حابب اوروبا. يعني عندنا الطيار مش كده يا جماعه؟ الطيار بره دلوقتي في المانيا صحيح. وعندنا الجنين كمان الاثنين عبد الرحمن بامانه مطلوبين برضو يعني. لو الدنيا فتحت هيروحوا. فانت في دماغك نفس الكلام يا راجل؟ طبعا حابب توصل. خطوه حلوه جدا في حتى اي واحد في اي رياضي يعتبر بيتمنى ان هو يبقى يحقق مع النادي معاه حاجه ومنتخب وبعد كده يروح صغير. سنه خرج وعندك عليه زين خرج. انجازات المنتخب هي اللي بتخلي العالم يبص على مصر. برافو عليك. برافو عليك. لان هي دي اللي بتخلي مصر كلها تبص على المنتخبات. وبطوله العالم اللي جايه دي مهمه. عشان يعني كده دي خطوه فعلا. هي دي البوابه النافذه اللي بتعرف الناس كلها. وانا ما شفتش حد لعب مع منتخب كويس وما احترفش. هي سواء الخطوه بتاع كاس العالم دي مهمه لينا في الاهلي او بره، يعني مهمه لكل لعيب فينا صحيح. في حياته يعتبر عموما ان هي دي خطوه اللي جايه ان شاء الله، دي خطوه مهمه جدا. طيب المرتبط بتاع الفريق الاول السنه دي انهي جيل مرتبط؟ 2004. 2004 هو المرتبط السنه دي مش انتوا؟ لا يعني خلاص المرتبط 2004. احنا و2004. انتوا 2004. احنا 2004 الاثنين. احنا اثنين هندي نقط للفريق الاول. الفريق الاول السنه دي. عشان كده الجريعه عشان بسال ليه؟ لانه دايما بيكون انتوا عليكم دور. لا احنا طبعا عندنا دور. احنا بنلعب الدور الاول من الدوري. الدوري كل ماتش عليه بوينت للفريق الاول. بس 2004 اللي بتدي الاكثريه هي اللي عليها التقل. تقل السكور او الهيفي بتاع السكور 2004. هو احنا هنلعب الدور الاول ده بتاع الدوري. احنا 2004 يعني يعتبر احنا بنلعبه عشان ندي البوينت للفريق الاول. بس بعد كده بقى بنلعب الدوري بتاعنا احنا. لا الدوري بتاعكم. نلعب الدور الاول كامل. في دوري وكاس بعد كده ليكم. بعد كده لينا. بس نلعب الاول 18 ماتش دول او اول 17 ماتش بنلعبهم عشان ندي النقط للفريق الاول. احنا و2004 بس مش عارف الصراحه النقط كام. بس 2004 اعلى مننا في النقط. طبعا. واللي بيمركوا دلوقتي كابتن اشرف عواد. اسطوره كبيره. طبعا وكان مع الفريق الاول السنه اللي فاتت. فطبعا عارفكم وعارف امكانياتكم وعارف كل حاجه.
طب انتوا خمسه بس من المنتخب اللي راحوا البطوله من النادي الاهلي. مظبوط. في حد من الخمسه اللي مشوا او السته اللي مشوا الباقيين من النادي الاهلي برضه؟ لا. ولا لا؟ لا مفيش. يعني انتوا الخمسه اللي دخلتوا انتوا اللي سافرتوا النادي الاهلي. في كان معانا مصطفى صابر. مصطفى صابر كان معانا ابن كابتن صابر كان والله؟ معانا طب كان كويس. معانا بس مش قبلها بحب ما كملش. لا ما كملش حتى ابنه. ابنه لا ابنه ما خلوش يعني كمل. عايز اقول لك ان في حياديه وشفافيه يعني حتى هو مدير فني الفريق ومع ذلك ما اختارش يعني عايز ينجح وهو طبعا يعني ابنه كل حاجه وممكن يحسن نفسه يبقى افضل من كده ولكن انا شايف ان هو ما ينفعش مع المنتخب بيبقى برضه خلي بالك قرار صعب جدا جدا لما يكون مدير فني ليه ابن بيلعب طبعا صعبه جدا بالذات المنتخب على فكره النادي بتبقى الدنيا ممكن تمشي يعني شويه نفس الوضع ده كان في الباسكت كابتن مرعي وكابتن وعاصم مرعي احمد مرعي وعاصم مرعي ايوه صح كان بيتلاقي مرعي مش عارف يكاتشن وعاصم مش عارف يلعب طبعا الاثنين عليهم ضغط كبير برافو عليك الاثنين عليهم ضغط كبير جدا انا حاسس بيها عشان والدي كابتن محمد راضي طبعا يعني طبعا فحسيت بيها ان اختي كمان لعبت معايا فحسيت بحاجات كتير كانت يعني جيت على الجرح يعني لازم بس انتوا عليكم كلها بتلعب العيال يعني كلها انت اخواتك واختك باين كمان اخواتي صح؟ اختي في الفريق الاول واخويا في الفريق الاول طيب ما شاء الله يعني انت يعني ما شاء الله يعني كلكم كره يد يعني واخدين السطر كله يعني وانت محمود ليك حد من قرايبك؟ اخويا اخوك اكبر ولا اصغر؟ لا اكبر زيزو جون كان في النادي الاهلي برضه كان في النادي الاهلي دلوقتي بيلعب كاس عالم اخير ما شاء الله بيلعب فين دلوقتي؟ دلوقتي في نادي العبور نادي العبور ما شاء الله هو اكبر منك بكتير ولا اقل؟ خمس سنين خمس سنين لا كتير برضه يعني ان شاء الله يعني باذن الله وباذن الله انت يعني ان شاء الله تحقق مع النادي الاهلي بطولات وباذن الله تحقق يعني الدنيا تبقى كويسه طيب قبل ما نختم يعني اكيد كل لاعب ليه طموحات واحلام انت ايه حلمك الكبير؟ باذن الله ناخد كاس عالم مع الفريق الشباب. منتخب الشباب وبعد كده ان شاء الله اكمل مع المنتخب الاول واحترف بره او النادي الاهلي اكمل في النادي الاهلي ان شاء الله يعني انت حلمك الكبير هو البدايه كاس العالم او بطوله العالم ناخدها خطوه خطوه ان شاء الله طب راضي انت حلمك الكبير اللي انت مبروزه قدامك دايما طول الوقت يعني ان شاء الله اكون يعني دي حاجه في دماغي اول مره اقولها ان اكون انا واحمد اخويا ان شاء الله بنلعب نهائي دوري ابطال اوروبا باذن الله مع بعض ان شاء الله باذن الله اهلك ان شاء الله ان شاء الله اختك تكون بتلعب برضه ان شاء الله ليه عشان ما تزعلش مني واخد بالك انا بلحقك خد بالك ترجع البيت ايه انت راضي معاهم ولا ضرب اما كنت راضي بره بقى لا ماشي بس يعني ماشي عادي هيسامح يعني هنعديها دي الاب دايما بيفوق يعني انما الاخت خلي بالك انا ايوه صح عشان هترجع البيت هتلاقي مش هعرف اخش البيت والاخت ما نقدرش نزعلها ابدا لا الا دي طبعا طبعا انا عايز اشكركم بامانه يعني وخلي بالك انت يعني الجميل ان انا بشكركم على روحكم مش بس على المكسب خلي بالك يعني المكسب مش ان انت بس يعني تكسب بشكل لا الروح اللي انا شايفها دي لا روح كويسه جدا وهتبقى حاجه جيده للنادي الاهلي طيب اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع ابطالنا ونجومنا في كره اليد ولكن بعد الفاصل